الضحايا ديال دائما كيمشيو هما الدراوش كيفي هما الضحايا كيكونوا فات اي اي فجعه كتوقع في المغرب كامل كيكونوا الضحايا هما الدراوش هما الفقراء دائما كيكونوا هما الضحايا الخاب نقول لك الخاب انت الفجعه هذيك مسؤولين المسؤوليه كتلقى على الدوله على المسؤولين فهمتي خصوصا الناس اللي كتحمل مسؤوليه البنيه التحتيه ديال المدن المغرب كامل هما اللي خصهم يتحملوا المسؤوليه هادشي هذا الكامل اللي وقع تما الخاب اما مول المعمله ولا اللي تما اللي خاطين بورين كامل تما الناس كتدبر راسها تطريد الخوص ما كاينش بادل الناس ما كاينش بادل الخاب هادشي اللي عطا الله الخاب الناس قال لك غرق تسعود هما كيعيطوا من لامبيلانس ديالهم ما جاتش مورا في لامبيلانس ما تسعود الناس كتعيط تسعود 10 11 12 الواحد عاد ما جا لامبيلانس اخي ديالي كاين شي هذا مره في شي دوله اخرى غير عندنا حنايا حتى كيوقع الموت وكذا كيبان المسؤولين كيخرجوا ديك الساعه كيهضروا في التصاريح ديالهم كيقولوا ما عرفتش اني معمل سري ما كاين لا معمل سري لا والو الخاوه الناس عندها الواجبات ديالها عندها كل شيء فهمتي كيفاش الناس كتخدم كتدبر على راسها تريد الخبز هادشي اللي كاين اخي زين العار اش غنقول لك الخاوه حنا انا سيق الخبر مع ديك 12 عيط لي واحد الدري تما بوفري قال لي عيط لي كيبكي بوفري قال لي اللي وقع كانوا باقي ما عارفين والو فهمتي يعني فاي الناس دخل عليهم الماء باقي ما عارفينش شكون اللي مات شكون اللي عاش شكون اللي شي حاجه سقت الخاوه كنصون عليه في التليفون مطفي فهمتي كيفاش يا اسمو صوت التليفون مطفي قسما نعرف كنت في الزكل ولا شي حاجه اصدق مع ديك جوج ونص هوت نسوق البقر كنا تما تان تقريبا شي 8 د الليل وحنا تما فهمتي كيطلعوا كيشوفوا غير الناس طالعين محمد الخامس ديك نقل الاموات كلشي طالع تما كنسقسي كيقول لك باقي ما كاين تقريبا شي 8 عاد دخلنا شفنا شنو كاين تما عاد شفنا الخاوي ان الخاوي ديك الناس اللي تما خدامين تقريبا معاه كلشي ماس بوبري كانوا ديك لاكاب تقريبا كلشي ماس الخاو اخ في عمره وقيله تقريبا وقيله شي 21 سنه ولا 22 سنه الله ما نكذب عليك الى هيدا خدام الايام قبل كورونا خدمو تما شي وقيله شي 8 شهور ولا عام ولا ما عرفتش 6 شهور واش خدم تما عمر كورونا عاود خدمو شي حاجه فهمتي كيفاش كيخدمو الالبسه كيخدمو تما عند الناس اش تاو فهمتي ملابس ما كاين لا ما كان سير لا والو اخي الناس كتخدم تما الترونسبور ديالها بكلشي ديالها فين ما كان سير كاين شي ما كان سير كيخدم الترونسبور بكلشي بس خدامه عاديه امام المال يعني على الشارع الكبير ديال الطريق ضربت ماشي تما شي فهمتي كيفاش السيد هذا الله عمره سلع الخاوه السيد كان خدام معاه غير الناس هو خدام وما خدامين معاه فهمتي السيد الله عمره سلع ولد الحومه ديال ولد الحي ديالنا اخي ما عمرنا شفنا عليه شي حاجه ديال العيب الخاوه السيد الله عمره سلع كيخدم معاه الدراري والشباب